شهدت محافظة كفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا حاشدا لحزب الحرية المصرية، وأعلن الحضور من السياسيين والشعبيين وأعضاء الحملة الرئيسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. احنا كلنا الحمد لله كل الأحزاب أعتقد واحد، كلنا صف واحد، فرد واحد، متحدين في هدف واحد، وإن احنا كلنا بنبايع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة. النهاردة بصدد إن احنا بندعم السيد الرئيس وبندعم الأمن القوم المصري في هذه الفترة، لأن خروج الشعب للانتخابات في المحك الرئاسي أو في محك الانتخابات الحالية الجاية هو محك رئيسي، بنظهر للعالم كله ان احنا خلف قيادتنا السياسية وخلف قراراته للحفاظ على الامن الوطني المصري. مما لا شك فيه ان هذا اليوم هو تتمة وتكملة للايام الماضية لكافة القوى الوطنية المحترمة التي تحتشد في مؤتمرات داعمة لرئيس مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما ذلك الزخم إلا تأكيدا وتأييدا للثوابت المصرية التي مثلها السيد الرئيس. يمكن كلنا جايين النهاردة ندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختياره لمرحلة تانية، لأن الحزب وكل المصريين يمكن نكون شعروا دلوقتي حاليا أنه لا يصلح لهذه المرحلة إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل هذه المرحلة كما كان رجل المرحلة السابقة. وأعتقد كل الأحداث المحيطة بنا سواء في غزة أو الأحداث الاقتصادية حتى المحيطة بنا تؤكد تماما أن احنا في احتياج لفترة أخرى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.